موصلة الحدث الحسيني، ولا عجب، فالحسين عليه السلام هو ترجمان القرآن، وجاء الحسين مع سماحة الشيخ الدكتور عبد الخالق كريم رئيس جمعية جودي لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم في محافظة دهوك. اهلا بكم سماحة الشيخ الدكتور عبد الخالق. قبل ان نبدا بذكر المنهج القراني عند الامام الحسين عليه السلام وفي نهضته المباركه، انت رئيس جمعيه جودي لتعليم وتحفيظ القران الكريم في محافظه دهوك. ضعنا في صوره ابتداء هذه الجمعيه، ما هي انشطتكم؟ ما هي فعالياتكم؟ في البدايه نشكر قناه العراقيه التي يحمل هم كل العراقيين كردا وعربا وسنة وشيئة وجميع الأطياف، فهذا شيء جميل يفرح القلب. حياك الله. جمعية جودي هي جمعية لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، تعنى بتلاوة وحفظ القرآن الكريم. تمام. ولديها أنشطة داخل الجمعية كالمسابقات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات. طيب. ولدينا 14 فرعا في داخل المحافظة ونواحيها. يعني في بقية محافظات كردستان لا يوجد لها فرع؟ فقط في محافظة دهوك. فقط في محافظة دهوك. نعم. طيب. أريد منك تقييما للثقافة القرآنية داخل مدينة دهوك. شكرا لله، يوما بعد يوم تزدهر وتنشر القرآن الكريم في جميع الأقضية والنواحي. هذا الانتشار ما هي مصادقه؟ يعني هل هو انتشار فقط على مستوى الحفظ والتلاوة والتجويد، أم إنه انتشار على مستوى تقويم السلوك؟ على مستوى التلاوة والحفظ والتجويد، والحمد لله كلما شاركنا في مسابقة سواء في داخل محافظة دهوك أو في أقليم كردستان أو على مستوى الأقليم أو مستوى العراق أو مستوى العالم الإسلامي، لابد أن تأتي جمعية جودي بمرتبة. طيب. سواء المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وأكثر المرات تأتي بالمرتبة الأولى. جميل. سمحت الشيخ الدكتور، يعني الإمام الحسين عليه السلام منهجه قرآني في كل صغيرة وكبيرة. نعم. وتأسيا بالإمام الحسين عليه السلام علينا أن نستحضر المنهج القرآني. برأيك ما هو الطريق حتى يكون المنهج القرآني حاضر في سلوكياتنا، في تفكيرنا، في أعمالنا، في أنشطتنا كما كان الحسين عليه السلام؟ المسلم الملتزم لا يستغني عن القرآن الكريم. جميل. فبه حياة قلبه ونور بصره وهداية طريقه. وكل شيء في حياة المسلم مرتبط بهذا القرآن الكريم. لطيف. منه يستمد عقيدته، وبه يعرف عبادته وما يرضي ربه. جميل. وفي كل المجالات، سواء في الأخلاق أو في المعاملات. لطيف. ولذلك جاء وصف هذا الكتاب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أحسن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والذي لا يهتدي بهذا القرآن يضيع عمره ومستقبله ومصيره.
جميل. ويسير في ظلمات الضلالة والضياء. طيب دكتور، يعني كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القرآن الكريم هو دليل المسلمين. جميل شيخ الدكتور، يعني في مرضاة الله سبحانه وتعالى وجناته، كما هو دليله إلى سعادته في دنياه وآخرته، فكيف يمكن للمسلم أن يستغني عن القرآن؟ لطيف هذا المعنى. شيخنا، يعني أنت حافظ للقرآن الكريم، الحمد لله، يعني أريد منك أن تبين بعض الآيات القرآنية التي وردت في القرآن الكريم والتي تعمل على تقويم السلوك. نعم. كما تحدثنا خلف الكواليس. نعم، قلنا قبل قليل القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذه قاعدة. نعم، هاي قاعدة. تمام. وهناك آيات تشير إلى أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم. ونتهذب بتهذيبه. تمام. فكما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أحسنتم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهناك أساليب أخرى في سورة الإسراء كما في سورة لقمان وكذلك في سورة القرآن الكريم الحجرة. مملوء بالأساليب. نعم. يعني شيخنا الدكتور، تم تحديث نبوي شريف يقول: إذا ما التبست عليكم الفتن كقطاع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. فعليكم بكتاب الله وسنته. أحسنت. طيب دكتور، الآن يعني منذ زمن النبي وهناك شكوى أن يهجر القرآن، واليوم نحن نعيش ربما في عالم مفتوح وفلسفات غربية ونظريات عولمية، يعني هذه هل تشكل خطر على القرآن الكريم وثقافة القرآن الكريم؟ هل تشكل خطر على أجيالنا من أنها ربما تختار قدوة غير النبي غير الإمام الحسين وتختار قدوات ضمن فلسفات ونظريات غربية تتقاطع مع الإسلام؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا قاله النبي. نعم، صلى الله عليه. ولكن نحن اليوم نشاهد أن هناك الكثير من الناشئة والكثير من الأجيال. نعم. الكثير من الناشئة ربما تركت القرآن. لا، بالعكس، نجد اليوم أن كثيرا، خاصة نحن في أقليم كردستان وفي محافظة دهوك، نرى أن طلابا وطالبات يأتون ليقرأوا ويحفظوا القرآن الكريم وهم فرحون بذلك. طيب، يعني هذا المستوى الذي يحضر هو هذا المستوى، يعني العدد، أقصد العدد هنا، يعني هل ترى بأنه عدد مشجع؟ العدد مشجع ويزداد يوم بعد يوم. طيب، وإذا قلنا أن هناك طائفة يعني يسيطرون على القرآن ولا يريدون أن ينتشر القرآن، فهذا مستحيل.
جميل هذا المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لطيف. شيخ بل الدكتور. هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب جميل جميل، يعني دعني أسحبك إلى مساحة أخرى. نعم. شيخ الدكتور، أنت الآن كشخص قرآني حافظ القرآن ورئيس جمعية قرآنية، نعم، على ماذا تخشى فيما يخص الثقافة القرآنية؟ ممن تخاف؟ لا نخاف في الله لومة لائم. نعم، لا نخاف أبدا. طيب. ما دام القرآن أمامنا، طيب، ما دام نقرأ القرآن، ما دام نحفظ القرآن. طيب، هذا طبعا هذا هو منهج جميل، لكن هل ترى أنه هذا المنهج هو كافٍ؟ نعم كافٍ. إذا كنا مصدقين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، الآن إذا رجعنا إلى وقت النبي صلى الله عليه وآله، لا يعني هناك آية قرآنية، أي رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني النبي كان في وقته وهناك هجران وهناك شكوى القرآن إن صح التعبير. نعم. إذن لا يمكن أن ننكر أن هناك هجران. النبي قال هناك هجرة. نعم. بس لكن نحن نتبع أوامر رسول صلى الله عليه وسلم كما هو كان يقرأ القرآن على الناس. طيب. فنحن ننهج منهجه إلى يوم الدين. جميل، طبعا هذا منهج نعتز به جدا. يعني برأيك ما هو مستقبل الأنشطة القرآنية؟ ما هو مستقبلها؟ المستقبل إن شاء الله في نجاح دائم. أها. طيب. إن شاء الله. طيب، يعني كرئيس جمعية وتستقبل الناشئة من الذكور والإناث والشباب وما إلى ذلك والطلاب لأجل أن يكونوا على منهاج القرآن الكريم، برأيك كيف تقيم معرفتهم بالنهضة الحسينية؟ هؤلاء نشء قرآني، يعني هل يعرفون الحسين عليه السلام بشكل صحيح؟ نعم، يعرفونه كما يعرفون القرآن. جميل. ويحبونه كما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، يعني ثمت أنشطة مشتركة بين أوقاف كردستان وأوقاف بغداد وحكومة الاتحادية، هذه فيها تحديات، فيها العمل على النهوض بالواقع القرآني، فلا يمكن أن ننكر أن هناك ربما هجرة، هناك شكوى للقرآن، لا يمكن أن ننكر ذلك. هذا صحيح. نعم. ولكن علينا أن نستمر منهج النبي صلى الله عليه وسلم ونسلك منهجه إلى يوم الدين. طيب، الشباب كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني الموت. جميل. فنستمر على تلاوة وحفظ القرآن الكريم إلى يوم الدين. لطيف. حتى يستمر القرآن الكريم إلى يوم الدين لابد أن نوصل القرآن إلى الشبيبة، إلى الشباب. نعم. الشباب أنت تعلم هم الركيزة الأساسية. نعم. التي يعول عليها في قابل الأيام. اليوم إقبال الشباب على القرآن كيف تقيمه؟ أقول لشبابنا الأعزاء والكرام، نعم، لو عرفتم ما في القرآن وماذا فعل الشباب وما هو دورهم لعرفتم أن أمركم ليس بسهل. فنجد في القرآن الكريم أو أن أكثر الناس الذين قاموا بدعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس كان أكثرهم شبانا. مثلا أصحاب الكهف. نعم. قال سبحانه وتعالى في وصفهم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم. فأعانهم الله بعونه، فماذا قال لهم؟ فضربنا في آذانهم سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. جيد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية يعني شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. جيد. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وكذلك إبراهيم عليه السلام
حينما واجه في قومه ماذا قال عنه المشركون؟ قالوا من فعل بهذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له طيب. إبراهيم. دعني أعيدك إلى الآية التي ذكرتها قبل قليل فيما يخص أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. طيب، هنا القرآن يقول آمنوا بربهم، وأنت تعلم أن الإيمان حتى يكون موجودا في القلب يجب أن يتخطى حاجز الحفظ فقط، حاجز التجويد فقط، حاجز التلاوة فقط، إنما يتحول إلى منظومة سلوكية كبرى. هذا الشيء بهذا اللحاظ بهذا الوصف متحقق؟ إن شاء الله متحقق، متحقق، وإن شاء الله الشباب يتحققون. متحقق إن شاء الله. طيب، يعني لا يوجد لديك خوف على الشباب اليوم فيما يخص علاقتهم بالقرآن؟ إن شاء الله الشباب، قلت قبل قليل يعني إن شاء الله الشباب متمسكون بدينهم. طيب، لا يضرهم من خذلهم ولا يخافون في الله لومة لائم. طيب طيب، حتى يوسف عليه السلام كان شابا، نعم، حينما وقف في يعني أصعب المواقف، نعم، ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيك لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ليس كل الناس أو الشباب يوسفيون سماحة الشيخ، لو سمحت لي، ليس كل الناس والشباب هم يوسفيون. هنا العصمة ملاحقة ومصاحبة ليوسف الصديق عليه السلام، ولكن ليس كل الشباب يقول معاذ الله. معاذ الله هنا هو منهج، هذا المنهج الطريق إلى زق شبابنا فيه. ما هو الطريق؟ ما هي الخارطة التي ترسمها؟ كل شباب يخاف الله يقتدي بالرسل عليهم الصلاة والسلام. تمام، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. نعم، وذكر الله كثيرا. كل من يخاف الله سبحانه وتعالى ويتبع أوامر الرسل يسلك منهجهم، وكما فعل يوسف عليه السلام ففعله ماض إلى يوم القيامة. طيب شيخنا، حتى يكون وحتى أقول موقف سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، واحد منهم شاب نشأ في عبادة الله. طيب، يعني هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله أو الآخر الذي هو قلبه معلق في المساجد، هذا يحتاج أن نعطيه القرآن الكريم على طبق من ذهب. نعم، حتى يكون هناك دور للقرآن في حياتنا. نعم، الآن الدور الممنوح للقرآن في حياتنا، هل هو في خانة التقصير؟ هل هو في خانة الوسط؟ هل هو في خانة البحبوحة والامتياز؟ أين تصنفه؟ إن شاء الله أقول في خانة الوسط، حتى لا يعني أكبر الموضوع. نعم، وحتى نعطي حقه. طيب، ولكن الشباب هم الذين يحملون راية الإسلام. نصدق أو لا نصدق، يعني الشباب هم الذين يرفعون راية الإسلام ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طيب شيخنا الدكتور، الإمام الحسين عليه السلام الذي قلنا وكما قلتم قبل قليل هم ترجمان القرآن. نعم، وكانوا يربون أبناءهم ومنهم علي الأكبر عليه السلام على أخلاق القرآن، وكان يعلمهم كيف يعملون على احترام الزمن واحترام الصلاة. تأسيا بالحسين الشاب القرآني اليوم والشباب الآخرين، هل ترى أنهم يضعون الوقت واحترام الوقت والزمن واحترام الصلاة موضع يليق بقداسة الوقت وقداسة الصلاة؟ لا والله،
يعني أكثرهم يحملون الموبايل ويتابعون على الفيسبوك. نعم. وبقية الإعلاميات. طيب هذا يعني أن القرآن مهجور. أنت قبل قليل نكرت هذه قلت المسألة. يعني هناك قلت لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. جميل. لا يضرهم ما خذلهم ولا يخافون في الله لومة لائم. الحمد لله لدينا في محافظة دهوك 1766 طالب وطالبة يقرؤون ويحفظون القرآن الكريم، وهذه نعمة. نعمة لا شك. طيب الحمد لله. القرآن الكريم يعلمنا كيفية الامتثال للأوامر الإلهية. الحسين عندما خرج امتثل لأمر الله، لأنه وجد أن الله لم يعبد كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي طلب الإصلاح في أمة جده. بالتالي أنا أسأل الآن، هل يتم النظر للقرآن الكريم ضمن الثقافة القرآنية على أنه مصدر للإصلاح ومصدر لبناء النفس ومصدر لبناء الشخصية الإسلامية؟ نعم، هي مصدر وصالح لكل زمان ومكان. طيب، ولكن هو صالح لكل زمان ولكل مكان، ولكن علينا أن نستنطقه بشكل صحيح. نعم. هل استنطقنا القرآن بشكل صحيح؟ كلا، لا والله. طيب، إذن ما الطريق إلى استنطاق القرآن بشكل صحيح؟ أن نسلك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشجعنا على تلاوة وحفظ القرآن الكريم. تمام. فيقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، يعني أفضلكم من يتعلم ويعلم الناس. وإذا بس تدبرنا هذه الآية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة، كل تجارة هناك خسارة وهناك ربح. طيب، أما تجارة القرآن فليس فيه أي خسارة. ليس فيها خسارة. النبي صلى الله عليه وآله سماحة الشيخ، يعني نحن أثبتنا هذا القول. وحتى لا تنسى، وهذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى للتدبر. للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياتي وليتذكر أولو الألباب. لطيف. فإذا تدبرنا هذه الآيات نتخلق بأخلاقه ونعمل بعمله. جميل. أو كما قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب الآن الطريق إلى أن يكون الشاب الموجود هو كالحسين عليه السلام، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ بل. هل ترى أنه شبابنا اليوم يتأسون بالحسين عليه السلام؟ بعضهم يتأسون وبعضهم لا. بعضهم يتأسى وبعضهم لا. نعم. طيب، ماذا تريد أن تقول ختاما لهذا الحوار؟ هل أنه الإمام الحسين عليه السلام اليوم حاضر لدى الأجيال القرآنية الحالية؟ إن شاء الله الإمام حسين حاضر إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. وأقول كما قلت في البداية، أشكر قناة العراقية. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ الدكتور عبد الخالق كريم الريكاني، رئيس جمعية جودي لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم في محافظة دهوك. شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. حياكم الله. الشكر لكم أيضا أحبة المشاهدين. نلتقيكم وحلقة جديدة وبرنامج وجاء الحسين. في أمان الله.